إذا نبارك الطرفين الاتحاد السوداني لكرة القدم وشركة بي بي سبورت على الاتفاق والتوقيع على العقد بين الطرفين. هذه هدية للرئيس. أيضا الشركة تكرم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بتصميم خاص بشعار المنتخب الوطني. تم التصميم على هذا النسق اللي هو واضح جدا صبر الجيليان في هذه النسخة من السيد المنتخب الوطني الأول، تصميم جيد وتصميم حصري للمنتخب السوداني. من أول لاعب استلم دكتور معتصم جعفر يتسلم هدية وتكريم شركة اي بي سبورت بشعار الاتحاد الوطني، وايضا دعاء خاص بشكر وتقدير الاتحاد السوداني لكره القدم وعربون لهذه الاتفاقيه وهذا الاتفاق وهذا بين الطرفين. اذا الان تكريم من قبل الاتحاد السوداني لكره القدم لشركه اي بي سبورت كل هدايا تذكارية المبادلة بين الطرفين تأكيدا لبداية عمل سيكون مثمر وناجح بإذن الله تعالى. أيضا تكريم للأخ محمد البلوشي البلماشي ووكيل المدير التنفيذي للمنتخب الوطني. تم تصميم القميص على اللون الاحمر الرسمي واللون الاصفر واللون الابيض، ودي النسخه بتاعت القميص الاساسي للمنتخب الوطني باذن الله. تحمل اسم منو؟ الاتحاد السوداني. في صور حتعرض الآن على الزي التصميم تقريبا. احنا ايضا تكريم من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم بالوشاحات في عدد من الضيوف والشركاء شركة بي اي بي سبورت والمدير الفني بادو الزاكي ومحلل الأهلي. من قبل دكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم. هذا تكريم للسفارة العربية ممثلة في سعادة السفير، مرحبا به. أيضا قبل بداية المؤتمر الصحفي للمدير الفني تدعوكم لجنة كرة القدم داخل الصالات الشاطئية بالاتحاد السوداني لكرة القدم لحضور ختام الدورة التنشيطية لكرة القدم داخل الصالات يوم الاثنين 13 من مارس بين صالة هاشم بن فرة بين بنك العمال والميقوبة.